هل يجوز أن يأكل الشخص من الموائد التي توضع في الإفطار للصائمين في الحرم علما بأنه غير محتاج إلى ذلك؟ نعم، هذا طعام مبذول للصائمين، وحتى الغني فيه أجر إذا أفطر يكون فيه أجر لصاحب الطعام ولو كان المفطر غنيا، فهذا له مباح للناس كلهم يأكلون منه، ما قال صاحبه لا يأكل منه إلا الفقراء. نعم.